ننام سنات زانين يا دجوبا بابا يمي داشور احسا شملو توبا چفر دعاي زوتي اوه ملوت نسي زوت مرو يفلادين تلوتم يا ربي ثيكي يا الله رو يمي ايمان فله مشيراي ستي يا رحمن دريت شويات زمر اي مسمم هارو كردال بريك ساي بوته اي مولود برمو دوايا اي بابس مكا قوديت نزمر ملوت يو دريتو هي متى بكري تمر يا الله داشور صد بابا يدوا بابا انتم جنة زد وادو مبا نترتن ناتس شبي ادريت كابا سي بابا پس جو هي پر مي با دعا تي زوت مد با سجده اي كورس كهارو انشتراتي نفدك يس جيث مند كا كويتو ذكر نصابا ذكر ناكشام ثيكي ما مر شبيرتين زود وچ مي ايمان كورتالا دنيا انتا ديتش كابولا اولادين زمرس جنة دوم ابا دوايا ابابس مكا قوديت نزمر ملوت يو دريتو هي متى بكري تمر يا الله داشور صد بابا يدوا باب انتم جنة زد وادو مبا دوايا باب اسمك قوديت نزمر ملوت يو دريتو هي متى بكري تمر يا الله داشور صد بابا يدوا باب انتم جنة زد وادو مبا ننام سنات زانين يا دجوبا بابا يمي داشور احسا شملو توبا چفر دعاي زوتي اوه ملوت نسي زوت مرو يفلادين تلوتم يا ربي ثيكي يا الله رو يمي ايمان فله مشيراي ستي يا رحمن دريت شويات زمر اي مسمم هارو كردال بريك ساي بوته اي مولود برمو دوايا اي باب اسمك قوديت نزمر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بعاد أصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Now I'm going to say the hadith number 5. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. The best amongst you is the one who learns the Quran and teaches it. Dua for entering the house. Bismillahi walajna wa bismillahi harajna wa ala rabbina tawakkalna.
دعاء for leaving the house. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه نشور. المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويده. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك؟ ألم تر كيف فعل ربك؟ بأصحاب الفيل. بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم؟ ألم يجعل كيدهم؟ في تضليل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. بسمك اللهم أموت وأحيا. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه نشور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس. Our beloved Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم said أنا وكافل اليتيم كهتين. The one who cares for an orphan and myself will be together in paradise like this. جزاكم الله خيرا. Our duas and prayers from all of us go for you. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. تشهد التهيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دعايا ما في لينت نمازد سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں ملک البانیا سے ایم ڈبلیو آئی ورکر سراج شیخ اور یہ ہمارے ساتھی مولانا محمد یحییٰ صاحب آپ سے مخاطب ہے. محترم حضرات آپ کو بخوبی علم ہے کہ ملک البانیا ایک طویل عرصہ کمیونزم کے زیر تسلط رہا جس کی وجہ سے یہاں کے مسلمانوں کے دین و ایمان کا بڑا نقصان ہوا. ان مسلمانوں کی دین و ایمان کی فکر کرتے ہوئے مسلم ویلفیئر انسٹیٹیوٹ پچھلے کئی سالوں سے یہاں متعدد پروجیکٹس کے ذریعے کام کر رہی ہے اور الحمدللہ متعدد مکاتب قائم کیے ہوئے ہیں شہروں میں بھی اور دیہاتوں میں بھی.
ظاہر ہے یہ محض اللہ تعالیٰ کے توفیق و نصرت اور آپ حضرات کے عطیات و صدقات سے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چھوڑ دوں آئے زوتی اوہ ملوت نسی زوت مارو یہ فلادین لوتم یا ربی.